في هذا اللقاء. بص بص يا كابتن مصر عمار لا بص بص الشغل ده ايوه ده شغل لعيبه كويسين. اه بص بص اثبت بقى على رجل امر وان اثبت 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 بص بس دكتور لف بوش رجل الخليل دكتور عملت الموزه بجوار القائم الايمن وعبد المنصف لم يجد نفسه يفعل شيئا في هذا اللقاء امام مهاره قمر الطاغيه ذكائه الخارق في هذا التصرف. حلوه حلوه يا قمر حلوه كده 2-1 لصالح الاتحاد السكندري. شوف الثالث محمد داي جدو انما كانت طويله شويه ادي الاماميه على طول في المساحه ماتش كتاب انا كنت جاي لكم عمار حمدي عمار النهارده بيلعب المباراه كلها عمار كده بقول لحضراتكم نزل كان نزل في عمار المصري سجل هدف يا سلام شايف الاسيست عمار يا لعيب وهدف شايف الاسيست عمار عمل 3 اسيست رجعها يا عم ارجع تاني كده رجعها الناس اللي بتوصيل المنازل خد بالك بص واحد هيلعبها للراجل ناحيه الشمال يلا بص خد بالك الراجل هيخش وتزنق يجي واحد من وراه خد بالك هيخش جوه ايوه كمل بص يا دكتور الراجل بوراه بص الثلاثه دول اقف بقى اقف ثلاثه بتعملوا ايه؟ يعني واحد جري على الخط ما واحد تمسك اللي جوه التيكا تاكا في ايه؟ في ايه؟ صعبه جدا صعبه لان هو بص يا دكتور الابداعيه كمل هذا تصرف كمل. ابداعي من عمار كمل كمل عمار بس. اقف ايه ده اتعاونت يلعب له كوره وهو يعدي يقف وجده الذي حل تغييرا لخالد قمر خليه يمشي بس مشي جده اقف بقى اقف الثلاثه دول رايحين فين اللي على خط واحد دول خلاص ما كمل ما انا ما وانا بقف احنا شعب تلون مغناطيسي لعيب لعيب كرة اللعيبه دي نامت مغناطيسي لا متفرجين مغناطيسي وتقول لي لجنه مش عارف لجان ايه فقد الحس التركيزي لما عندي لعيبه كوره يبقى محترفين كله فقد الحس خط كامل فقد الحس التركيزي اهو بص بص كام شوف عمار ادى القضيه في الحته الفاضيه بقسم بالله كل اللعيبه شبه بعض لابس 50 مليون ولا 60 مليون ولا 70 مليون فرقه بس عمار عامل شغل طبعا انت لما يا لك من عمار بص بص عمار سحب اللعيبه على طريقه تحفني الله والتاني بيتفرجوا عليه يشوفوا لعيبه كويسه ولا وحش الله الراجل في لوحده على البنالتي لوحده متعنا يا عمار شرف بص جول خرج خارج تعمل ايه انت جول خارج تعمل ايه كمل الجول راح لي مع زميله بص كمل كمل لما هو يروح له وقف عبد المنصف كمل يا طنان ابن الاثنين والاربعين ربيعا لم يجد نفسه فاعلا لشيء كمل يا شيف بس نشوفها لما الجول يخرج عمار 3 اسيست والماتش اللي فات هدفين هنيئا للاتحاد بس اقف بقى هنا عمار حمدي او اقف بقى كمل سنه بس خلي زميله يخش ويقف مش عايزين الكره بس يقف قول لزميله داخل عليه يتزحلق انت خارج الجول راح فين ما دي غلطات الحراس كمل كمل الراجل في البنالتي فاضي في نص الجول شارع فاضي والراجل ماسك القائم ده مش عارف ماسكه ليه يعني الظاهر امانه عنده ولا حاجه على حل يعني خلونا في نهايه هذه الجوله بس الجوله الهدافين عايزين الهدافين سريعه احنا سريعه بس احنا عندنا اول مره عندنا 15 هداف